اتكلمنا معاكم دوري ايطالي تم حسمه خلاص، لكن لسه قدامنا جولات في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. معانا على التليفون واحد من اهم نجوم الكره المغربيه والكره الافريقيه وايضا الكره الفرنسيه، وهو نجم منتخب المغرب ونجم نادي ليون، الكابتن عزيز بودربالا. برحب بيك كابتن على قناه الاهلي. الله يبارك فيك استاذ، مرحبا. الحمد لله، طبعا بنتشرف بحضرتك وبنتشرف بوجودك على قناة الأهلي. حضرتك واحد من نجوم المغرب وواحد من نجوم الكرة الأفريقية اللي بنعتز بيها دايما يا كابتن. وأنا كذلك طبعا، وقبل ما ندخلوا في الحوار أنا بغيت نهني طبعا نادي الأهلي على ذكرى 112 سنة، وهذا يعني هذا النادي، نادي الاهلي يعني هو من الانديه المغاربيه والعربيه والافريقيه طبعا اللي نفتخر بها، وان شاء الله بحول الله يا رب يعني يبقى دائما نادي الاهلي يعني في مزدهر ان شاء الله يا كابتن، ودائما يشرف طبيعي الحال الكره العربيه والافريقيه. كابتن عزيز، هبدأ معاك من الدوري الفرنسي، يكون حضرتك واحد من نجوم الدوري الفرنسي وخاصة نادي ليون. يعني باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة محتكر الدوري الفرنسي وغياب لموناكو وليون ومارسيليا، هل تعتقد أن احتكار الدوري لباريس سان جيرمان هيظل لفترة طويلة، ولا ممكن الثلاث فرق اللي بيمثلوا تاريخ كبير من الدوري الفرنسي يرجعوا تاني ينافسوا وتكون في منافسة عادلة في الدوري الفرنسي؟ طبعا انا لا اظن، لانه كتعرفوا بانه الفريق باريس سان جيرمان هو كيحتوي على من خيره اللاعبين في اوروبا، وطموحات باريس سان جيرمان وهو اللقب باللقب الاوروبي طبعا. فاظن لا فريق ليون اللي انا كنعرفو عن قرب بما انني لعبت في هذا الفريق والرئيس وكل مكونات هذا النادي يعني اصدقائي، انا لا اظن يعني يقدروا يدخلوا في المنافسه يعني في السنوات المقبله، لانه حتكون صعب 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 جدا، لانه ميزانيه باريس سان جيرمان تفوق بكثير ميزانيه كل الانديه الاخرى. كابتن عزيز، هل تعتقد ان بعد تطبيق قانون اللعب المالي النظيف ممكن يعود الفرق الفرنسيه من جديد، ولا حتى بعد تعديل القانون وبعد تطبيق القانون وتحذير نادي باريس سان جيرمان هتظل المنافسه في صالح باريس سان جيرمان لامتلاكه عديد من النجوم مثل نيمار وامبابي وكافاني؟ لا طبعا، قلت لك انا يعني هناك ما كاينش مقياس، بما انه باريس سان جيرمان عنده لاعبين في المستوى ديال كافاني ونيمار وامبابي ودي ماريا والعدد من الاسماء، انا لا اظن صراحه. وهذا شيء طبعا شيء مزعج كثير بالنسبه للانديه بطبيعه الحال الفرنسيه وبالنسبه للكره الفرنسيه ككل. كابتن عزيز، هبدا معاك او اروح معاك لامم افريقيا والبطوله اللي ان شاء الله هتكون موجوده في مصر ومجموعه منتخب المغرب اللي فيها المغرب وجنوب افريقيا وكوت ديفوار وناميبيا، وعايز اعرف راي حضرتك في المجموعه وفرص منتخب المغرب في الفوز بلقب امم افريقيا. صراحه هو انا يعني اظن طبعا، وانا كنت واحد من المحظوظين صراحه بحضوري في قرعه كاس الامم الافريقيه في مصر وبالضبط في الاهرام، يعني دوزنا صراحه ليله كانت تاريخيه، وهذا يعني من شيمه وقيم المصريين اللي عندهم العاده في تنظيم بطولات في هذا الحجم. فانا اظن شخصيا بانه بما ان المنتخب المصري هو يحتوي على عناصر او لاعبين في مستوى عالمي مثل محمود صلاح طبعا ونيني واخرين، وطبعا كذلك التجربه اللي خيدها المنتخب المصري،
المجموعة كان الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي. أنا على أظن في أول وقت لكل شيء المنتخب مصر في المباراة الأولى ضد زيمبابوي انتصر في هذه المباراة دي. طبعا غادي يكون الولوج للدور الثاني بدون 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 إشكال. وأنا ما عنديش هناك شك بما أنه هذه الدورة هذه في بلدنا الحبيب بلدنا الثاني مصر غادي تكون دورة من ممكن تكون من أفضل من أفضل الدورات ديال كأس إفريقيا للأمم. وطبعا هو بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي يس اللي كيتواجد في المجموعة الرابعة مع الكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا. انا حنا المغرب الحمد لله اليوم عندنا منتخب قوي منتخب عنده عناصر خدات واحد التجربه وخبره كبيره في بعض المباريات الدوليه بالاضافه بعد المشاركه ديال هاد اللاعبين اللي الان اغلبيتهم خداو واحد وصلوا لواحد السن اللي هم محتاجين لقب افريقي. وانا اظن غتكون هذه نقطه من نقط القوه ديال المنتخب المغربي. والكوت ديفوار حنا فزنا عليها في اخفائيات كاس العالم الاخيره. واظن بالنسبه للمغرب التاهل ديالها ما غاديش يكون مشكل باستثناء المنتخب المجموعه الخامسه اللي فيها تونس ومالي وموريتانيا وانغولا جوج الدول العربيه اللي غادي تنافس على الولوج للدور الثاني. غادي تكون انا بالنسبه لي هذه المجموعه هذه اللي فيها الجوار العربيه غادي تكون شويه صعبه اكثر من المجموعه اللي فيها المغرب بما انه تسمى مجموعه الموت. كابتن عزيز عايز اروح مع حضرتك لحكيم زياش واحد من نجوم المغرب واحد من نجوم نادي اياكس امستردام. وعايز اتكلم مع حضرتك في نقطتين، عايز اعرف رايك وتقييم حضرتك لحكيم زياش، وايضا هل تعتقد ان ممكن اللاعب ينتقل بنهايه الموسم الحالي لاحد الانديه الاوروبيه القويه اللي موجودين سواء في انجلترا او في ايطاليا او في اسبانيا، وايضا عايز اعرف راي حضرتك في نادي اياكس، وهل نادي اياكس قادر على الصعود للمباراه النهائيه في دوري الابطال امام خصم قوي وعنيد زي فريق توتنهام، وفرص الفريقين مين فيهم اقوى؟ شوف انا غادي نمشي نجاوبك على السؤال على الفريق اجاكس. اجاكس اليوم اصبح يعني من خلال هذا الموسم هذا والفوز ديالو على انديه كبيره اوروبيه والولوج لنصف نهائي كاس اوروبا البطله، وبما انه نقطه مهمه جدا هو الاجاكس اليوم عنده 9 لاعبين من خريجين من اكاديميه الاجاكس. فهذا كيعطي رغبه جديده للانديه الاخرى الانديه الاوروبيه، لانه الكل اليوم ما بقاش كيصبح يتكلم على الـ على الـ على الـ على طريقه لعب برشلونه او ريال مدريد او ليفربول او الانديه الاوروبيه الكبيره. فاليوم الكل كيهضر على طريقه لعب ديال الاجاكس. فهذا الاجاكس حنا كنعرفوه متبعينه من زمان، الان في رجع في يعني في الجانب التكويني للاعبين النادي بطريقه او استراتيجيه عمل ديال سنوات السبعينات سنوات يوان كرويف، ودخلوا عليه يعني تعديلات مهمه جدا اللي اعطتهم لاعبين في مستوى يعني عالمي ومن ابرز اللاعبين صراحه اللي كاينين الان في اوروبا. بالنسبه لجياش انا جياش هذا انا واحد من اللاعبين اللي كان كيعجبني كثير طريقه اللعب ديالو بانه عنده احنا كنعرفوا بانه اللاعبين دائما اللي كيكونوا كيلعبوا بالرجل الشمال بالرجل اليسرى كيكونوا لاعبين مميزين. وزياش فهاد الثلاث سنوات كان من ابرز لاعبين نادي اجاكس وكذلك حتى من ابرز لاعبين العرب اللي كيلعبوا في بطولات او في انديه اوروبيه. نجم اخر من نجوم الوطن العربي ونجوم افريقيا ونجم مصر محمد صلاح، وعايز اعرف راي حضرتك في خروج محمد صلاح من افضل لعيبه في الدوري الانجليزي للموسم الحالي
وايضا خروجه كواحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في التشكيله المثاليه، مش بس محمد صلاح، ده محمد صلاح وايدن هازارد. عايز اعرف راي حضرتك وتقييم رابطه المحترفين الانجليزيه في الاختيارات اللي حددوها واستبعاد محمد صلاح من التشكيله المثاليه وايضا من افضل لعيبه في الدوري الانجليزي، اللي اللقب في طريقه لفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول كافضل لاعب في الدوري الانجليزي الموسم 2018-2019. صراحة أنا غادي نتكلم على محمد صلاح، يعني كنجم الكرة العالمية اليوم. محمد صلاح صراحة كيف كنا كنعتزو يعني باللاعبين المصريين اللي اشتركوا في الكرة المصرية زمان، يعني هما كثار. واسمحوا لي لكن غادي نهضر لأنه أنا عندي محمود الخطيب وعندي محمد أبو تريكة. اليوم حنا عندنا لاعب عربي كنفتخروا به، كنعتزوا به وكنعتزوا ب يعني بالعروبه ديالو. محمد صلاح اللي في صف وجيز جدا اصبح ينافس او يعد من افضل لاعبين الكره العالميه، هذا في حد ذاته بالنسبه لنا احنا يعني كعرب تشرفنا كثير طبعا. يعني فوق طيب وصل، واضح ان الخط فيه مشكله والاتصال اتقطع، لكن هنكمل ونحاول نجيب الكابتن عزيز بودربالة مره تانية علشان نسال